العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة الأنبياء ذكر الله جل وعلا فيها قصص الأنبياء، ذكر الابتلاءات اللي وقعت عليهم، وكلهم كانوا يدعون الله جل وعلا. ما في أشد من ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. الفاء للتعقيب مباشرة، فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه أني وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فاستجبنا له. نوح عليه السلام فاستجبنا له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كل هذا يدل على استجابة الدعاء. استجابة الدعاء، يقول لنا سعد بن أبي وقاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذا توجيه للأمة كلها، ولا كان دعا لسعد ويكفي، لكن هذا توجيه للأمة كلها. اللي يبغى يكون مستجاب الدعوة فعليه بإطابة أكل الحلال. أنا ودي أذكر بس قصة صغيرة. طيب بس هل تقول أطب مطعمك؟ إيه؟ طيب في واحد الآن عنده بلاوي زرقاء قبل، ايه شو يسوي؟ بيستجيب الله له، الله بيستجيب اذا تاب، اذا حتى لو ما تاب، حتى لو ما تاب ودع الله جل وعلا. قبل اللي راح في الايه اللي يقول في ايه: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اي انسان بيدعو الله وهو مضطر لن يخيبه الله جل وعلا. إن جاي قبل أمس من المدينة ومرين على، قال خوي قال نبي مر شملان بن عبيد البشري من حرب، نعم، ونعم الأجودية. المهم دقينا عليه ومرينا عليه في الفويلق جهة القصيم. المهم جينا الرجل وأكرمناه، هو جماعة الله بيض وجيم. المهم الشاهد من الكلام ذكر لنا قصة، يقول يوم كنت صغير، يقول طالعين في النفود ببلنا ونبغى لنا 10 أيام ما عندنا ماء، ونبغى نروح هم مثل هالأيام في الوسم، في هالأيام مثل هالأيام الجوزين. يقول المهم يقول نبغى نشرب مويه، وبالنعطاش والنعطاش وكذا. المهم يقول مشينا مرينا على ذاك البيت، قلت أخوي انتظروني، كان صغير هو. يقول جيتهم قلت لهم نبغى مويه. المهم قالوا بنعطيك أنت تشرب. قال أنا معي أخويا أبغى لهم موية، كلهم ضميانين نبغى الماء. المهم عطوني على قدي، قلت هاتوه، ويصب معه قريبتين صغيرة ويحطها فيه ويرجع لأخوياه ما شرب. المهم يوم جاء لأخوياه قال معهم واحد كبير في السن، قال شربت؟ قال لا ما شربت. قال ليه ما شربت؟ يعني حانه أصغر واحد. المهم ما شرب. قال الشايب ماني بشارب، اشربوا أنتم، هم ثلاثة. راح الشايب وقف مناك ورفع يديه وقام يدعو الله جل وعلا. الولد هذا قال ايش رايكم اصلح لكم قريص على الحليب؟ قالوا ما يخالف. المهم شب الضوء وعجن الطحين مع الحليب وحطه في الضوء، ما مداه فيه قطعه سحابه بينهم بين الشمس. يقول شويه ومنها قامت توسع بعد دعاء الرجل هذاك، يقول قامت توسع وقامت توسع. المهم ما مدانا نصلي المغرب الا يوم انها صبت عليهم، سبحان الله، وتمتلي الروضة الفيضة اللي هم فيها، تمتلي موية ويشربون أهل البيت هذولاك، ويشربون اللي حولهم. كل السحابة محدودة في مكان معين، بس مكان الدعاء. لذلك نقول الإنسان، أي إنسان مضطر عليك بالدعاء. المشكلة الآن أنا لجاني مشكلة، أروح لأبو عبد المحسن، أروح لأبو عمر، أروح لأبو عمر الثاني، كله أقول لهم تكفون، أنا تعبان، أنا فيني كذا، أنا مضطر. يا أخي ارفع يديك يا أخي، ادعو الله جل وعلا. أنا شفت ابن عثيمين جاء في جنات النعيم بعد الأذان يرفع يديه ويدعو الله جل وعلا ويلحف الدعاء. يعني مواطن إجابة الدعاء يجب أن نتلمسها. كلنا محتاجين وكلنا نبغى وكلنا كذا، علينا بأوقات الإجابة، علينا أن نلح على الله جل وعلا ولن يخيبنا الله. الله يسعدك أبو عمر، الله يجزاك خير، بارك لي طالة.